ريت بهذه المناسبة نشكركم كلكم، لأنه اللي كيجينا من الميدان أنه تبارك الله يعني أيادي نظيفة، ناس كتشتغل بجد، وجوه مقبولة عند المواطنين، كتشتغلوا بجد، كتشتغلوا بقرب مع المواطنين. أنا كنشجعكم باش يعني تبقوا في هذا الطريق، في هذا غراس غراس وتمشيوا فيه، لأنه هو اللي غادي يعطيكم أولا يعطي النتيجة لبلادكم، لمنطقتكم، وغادي يعطي النتيجة لحزبكم من بعد إن شاء الله في الاستحقاقات اللي جاية، لأنه أنا متيقن بأنه غادي تجيب يعني نتائج اللي هي جد مهمة.